النهارده الرأي النهارده يعني اعلم جيدا ان انت لما بتتكلم بعد مباراه كبيره لنادي جماهيري زي النادي الاهلي عشان تتكلم عن الخساره بالخبرات الطويله الجماهير ما بتحبش تسمع ولا عاد عندها استعداد ان هي تتناول اي مواقف تحليليه والحديث عن المباراه، وعاده بتعزف عن قراءه ما يكتب على ايامنا في الصحف او ما يلقى عليها في الاستوديوهات، لان هي بتتعامل مع الحادثه النهارده على انها تجربه شافت فيها حاجات كتير. اتحللت المباراه بشكل كبير جدا جدا. لكن انا شايف ان البطوله نفسها اثرت بشكل كبير ونظام البطوله اثر بشكل كبير على اداء كل الفرق. فلم ارى مباراه من ضمن المباريات اللي شفتها كلها استطيع ان اشير ليها ان دي داخل بطوله كبيره. البطوله ولدت اقول لك ايه مبتسره، يعني غير مكتمله النمو، محتاجه تدخل حضانه، نظامها فاشل، طريقتها وعدد مبارياتها وتلاحقها عقيم، الوقت الضيق لاقامه المباريات بين المباراه والتانيه زي في اي عرف تجيب الاهلي وصن داونز الاثنين 10 ساعات رايح 10 ساعات جاي اللي سافر جنوب افريقيا. فالبطوله بعدها اثرت بشكل سلبي على جميع الفرق، فلم ترى مباراه فيهم فعلا تستطيع ان تقول انها مستوى راقي ممكن من خلاله اقول ان البطوله دي بطوله ناجحه. طب رغم كل الاسباب دي راي حضرتك الفني في مباراه النهارده ايه؟ مباراه متوسطه المستوى. الاهلي كان يستطيع يكسب الشوط الاولاني اكثر من هدف. الشوط الثاني الاداء هبط للفرقتين. فرص النادي الاهلي ان هو يصنع كور يحقق بها فرص يجيب اهداف كانت قليله. الحاجه الثانيه والاهم ان يمكن زي ما حضرتك كلمت المحللين يمكن تغييرات الكولر ما جابتش تحول ايجابي تستطيع من خلاله ان انت تحقق مكسب. مع الاخذ في الاعتبار ان انا بتفق معاك في حكايه علي معلول، ضربه جزاء ضعف 7 دقائق ليست معيارا اطلاقا الاهلي يخسر. صح. فالحسابات الفنيه مبنيه خطا على اخطاء في بطوله تستحق ان هي تخش في حسابات.